تعال تعال يعطيكم العافية متابعينا الكرام. طبعا أي شخص حاب يتبنى الكلب هذا تمام، هو حاليا موجود عندنا في الملجأ اليوم 21 رمضان، فيتواصل معنا تمام على الصفحة أو يتواصل معي على الرقم الجوال ويجينا على الملجأ، وراح أنزل فيديو للشخص اللي راح يتبنى الكلب هذا تمام، وراح نطمن عليه إن شاء الله في الأيام القادمة للشخص اللي راح يتبنى عليه. فالكلب حلو كتير، ومش شرط إنه يكون الكلب نوعية زيف أو ميلينيوم أو بلجيكي، فالصح إنه الشخص اللي بيشوف الكلب راح يحبه، أي شخص راح يشوف الكلب هذا راح يحبه في التربية حلو كتير.